احمد موسى احمد موسى احمد موسى هيا احمد موسى والتسديد وهدف التعادل هدف التعادل ياتي فالنسيا ناشد عبد القادر ناشد يلعب على اليمين انطلاقه سريعه من طرف سالم سيف سالم سيف بعيد تفتك الكره هنا واخر دقيقه هناك لثاني مره في الشوط اذا الحدث يصير ومعلومه تقول كره من حيث يوسف الكره الاماميه هذه مرات تصرف وخروج اللاعب طبعا اللاعب سلادي خطيره سعيد عبيد سعيد عبيد يمتاز بالسرعه ويمتاز بالمهاره ويمتاز باللمسات الفنيه العرضيه هذه خطيره والحارس عيسى احمد بين الامام اماميه لمصنع الفريق نادي العروبه باحث طبعا عن العوده في قادم الوقت سافو يرسل الكره على الجهه اليمنى لشبروف لكايو كايو فيها كبيرة كرة مبعدة تطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب بالمسمى القديم دوري الدرجة الممتاز وبالمسمى الجديد طبعا دوري المحترفين يا سلام يا سلام